مساء الخير. فوز جدلي ريال مدريد على اشبيليا بمساعدة الفار، وبروسيا دورتموند يفوز على اوغسبورغ في ظهور ايرفينج اولاند الاول اللي بينفجر فيه ويسجل هاتريك. زكي السعيد واحمد عريان هيكونوا معاكم للحديث عن مباريات السبت الكروي الناري. اهلا بيك يا زكي. فوز جدلي. اما انا بحاول بقى انكشك كده في البداية، ايه اللي حصل؟ اشبيليا جاب جول في الدقيقه 30 تقريبا، لوك دي يونج اللي هو ما بيشوفش قدامه من اول الموسم بيشوط في كل حته الا الجول، جه النهارده جاب جولين منهم واحد اتلغى. طبعا كان لقطه جدليه شويه لانها تحتمل او لا، في العاب كتير في التحكيم، حكام ممكن يحسبوها حكام ممكن ما يحسبوهاش، هي اللعبه دي واحده منهم. في ناس شافت ان كان في فاول على ادري ميليتاو لان فرانكو فاسكيز خبطه بكتفه وهو بيتحرك، وكان ميليتاو مش باصص اصلا على فاسكيز، وفاسكيز كان شايف ميليتاو. منطقي ان اي حد منتمي لإشبيلية يشوف ان الكوره مش فاول، واي حد منتمي لريال مدريد يشوفها فاول. دي واحده من الكور اللي انا بشوفها ان هي بتقبل الحالتين. يعني مونشي المدير الرياضي لإشبيلية، طبعا واحد من انجح المديرين الرياضيين في العالم، صرح بعد الماتش قال لو كانوا لغوا الجول الثاني بتاع إشبيلية اللي هو انا من رايي كان المفروض يتلغي، لان كان في لمسه يد على منير الحدادي وهو واقع على الارض. مونشي قال لو كانوا لقوا الجول ده كنت هنزل الملعب واشد اللعيبه ونخرج. وده تصريح ممكن يكون عادي في الدوري المصري، بس هو في اوروبا نادر جدا ان انت تسمع حد يقول ان هو بيهدد بالانسحاب او بيلوح بيه حتى. فدي كانت حاجه غريبه وتصريح غريب. وزيدان حتى لما اتسال في مؤتمر حسن قال ان هي تصريح تقيل شويه، عن ان كلمه انسحاب هناك في اوروبا مش على كل لسان زي ما هو الوضع هنا في مصر يعني. فبس لكن هو ريال مدريد قدم مباراه انا شايفها سيئه جدا، لكنها مطمئنه لاي حد عايز ينافس على اللقب، لان ريال مدريد مشكلته السنين اللي فاتت مش انه ما كانش بيلعب كويس، مشكلته ان هو كان ما بيعرفش يكسب وهو وحش. يعني دلوقتي قبل ما نخش على اداء ريال مدريد، الهدف كان يستحق الالغاء في وجهه نظرك انت ولا لا؟ شايف ان هو ممكن يتلغي. اصل النوتيفيكيشن اللي جات لي منك على في الجول ان هو هل الغى ريال مدريد هدف صحيح؟ طبيعي انا بسال السؤال وحاطط بعديه علامه استفهام، لان انا كمحرر او كواحد شغال في الويب سايت مش من حقي ان انا اقول رايي ايه. يا سلام. فلكن ممكن انا في اللايف اقول عادي. عادي بقى. لكن لو هقول لك حاجه يعني، انا عشان بس النقطه تبقى واضحه، لو الجول ده مثلا ما كانش اتلغى ما كنتش هطلع اقول لا كان لازم يتلغي وبص الفاول، وفي نفس الوقت لو اتلغى يعني خلاص خير وبركه يعني. لكن كره الجول بتاعه إشبيلية اصلا برضو ممكن اقول لك يعني دي تمشي قدام دي او دي، لان كره منير حدادي كان واقع على الارض والكره جت في ايده، فممكن دي تبقى قدام دي شويه. بس مفترض ان حسب تعديلات القانون الجديد ان اللاعب في حاله الهجوم اي لمسه يد عليه مش تقديريه، خلاص تبقى لمسه يد. بالظبط كده. فلو جت في ايده يبقى الهدف فعلا يستحق الالغاء، الهدف الثاني بقى الاشبيلي اللي هو اتحسب. بس اظن كان في ضغوطات جامده جدا على طاقم التحكيم، لو ما فيش اصلا هدف اول ملغي اظن كان الهدف ده كان ممكن يتلغي. اذا حتى في وجود الفار هتفضل اللعبه الجدليه طول ده شيء مؤكد، ده شيء احنا اتاكدنا منه الموسم اللي فات اصلا قبل الموسم ده. طيب هنخش بقى على الفنيات شويه، والنهارده لوكاس فاسكيز بيبدا لاول مره بعد شهرين ونص تقريبا قدم النهارده صنع الهدف الاول، اعتقد صنع الهدف الثاني. صنع الهدف الثاني، الهدف الاول كان صنعه لوكا يويتش. انا افتكرته واحنا بنتفرج كان لوكاس فاسكيز الاول. طبعا النهارده زيدان فاجئنا شويه ان هو غير شويه في التشكيل في خط الهجوم، بدا لوكاس فاسكيز. كان بقاله كتير من ماتش ايبار لو الناس تفتكروا، الماتش ده كان في نوفمبر. ما بداش، صباعه اتكسر بعديها وغاب الفتره دي كلها. ويمكن لوكاس فاسكيز مش من اللعيبه المحبوبه بالنسبه لجمهور ريال مدريد، هو ترند شويه الناس بتتريق عليه طول الوقت، بس هو انا شايف ان هو مستواه كان النهارده متوسط جدا واقل متوسط زيه زي باقي زمايله، بخلاف بس ان هو صنع الجول الثاني العرضيه. لكن الفينومينال او الشيء الغير تقليدي خالص في المباراه واللي زيدان وصفه ان هو شيء غير عادي اللي هو عمله كاسيميرو النهارده، ان هو يجيب الجولين بتوع ريال مدريد اول مره في مسيرته مع ريال مدريد. كاسيميرو لاعب هداف، لاعب خط وسط هداف، يعني معدلاته التهديفيه اعلى من توني كروس ولوكا مودريتش، رغم ان هم يبانوا للناس ان هم لاعبين هجومين اكتر، لكن كاسيميرو بيجيب جول اكتر منهم. لكن اول مره في مسيرته مع ريال مدريد يجيب جولين في ماتش واحد، وجولين كانوا حاسمين ومهمين جدا. والتاني قدام إشبيلية كاسيميرو كان حاسم الموسم اللي فات، انا فاكر في ماتش برده سانتياغو برنابيو، ماتش كان متعلق 0-0 لحد دقيقه 80 تقريبا، وهو فك الماتش بجول جميل جدا من تسديده بعيده. فالنهارده هو جاب جولين ممكن يبقى لهم وزن وتقول كبار قوي في اخر الموسم لو 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 ريال مدريد كسب الدوري بفارق نقطه او اتنين، لان ريال مدريد في اخر 10 سنين تقريبا فيهم منهم اربع مواسم تقريبا خسر الدوري على ماتش،
يعني خسر الدوري بفرق نقاط يتم حصده في مباراة واحدة، نقطة أو اتنين. فنقطة واثنين أو ثلاثة، فأظن كل نقطة ليها تمنها. أنا مبسوط النهاردة إن ريال مدريد كسب وهو مش كويس، لأن ريال مدريد كان دايما لما بيلعب وحش بنسبة كبيرة ما بيكسبش في السنين الطويلة في 10 سنين الأخيرة، على عكس برشلونة. برشلونة ممكن يقدم مباراة عادية جدا، لكن يرفع ريتمه مثلا في ربع ساعة منها يجيب فيها الإجوال أو يقدر يحافظ على تقدمه. أو برشلونة أذكى شوية من ريال مدريد في تحقيق الفوز، لكن ريال مدريد بيلعب وحش ما بيكسبش، عشان يكسب لازم يقدم مباراة ممتازة ومتكاملة. لا، النهاردة ريال مدريد بيقدم مباراة متوسطة جدا، ومباراة ما صنعش فيها فرص كتير للتهديف أصلا. يعني أنا مش فاكر أي فرصة لريال مدريد غير الجولين وفرصة ثالثة في الدقيقة 88 لتوني كروس، لكن غير كده مفيش أي فرص لريال مدريد. فمهم جدا لفريق عايز يكسب الدوري ان هو يكسب حتى لو وحش. ما ننساش كمان ان هو بيلعب اشبيليه، فريق مش قليل، فريق كويس، فريق بيحتل المركز الرابع، وفريق بيقوده جوليان لوبيتيجي المدرب السابق لريال مدريد. لكن اشبيليه بيتحول على ملعب سانتياغو برنابيو، يعني اشبيليه في ملعب راموس سانشيز بيسخوان بيبقى اسد كاسر، حتى لو خسر في النهايه لكن بيكون فريق متعب جدا لريال مدريد. في ملعب سانتياغو برنابيو دي الهزيمه رقم 13 على التوالي لاشبيليه، 13 مباراة متتالية في ملعب برنابيو في مختلف البطولات. في ده اللي كان لوبيتيجي بيبحث عنه في عودته الأولى وما قدرش لسانتياغو يحققه. برنابيو. لكن إشبيلية ظهر في المباراة دي، ظهر ليه أنياب. يعني أنا فاكر في السنين الأخيرة إشبيلية جه برنابيو خسر 5 كذا مرة، وخسر 7 في أحد المباريات، وخسر 6، وكانت بتبقى مباريات غريبة. يعني أنا فاكر في آخر موسم لزيدان ريال مدريد كان كسبان 5-0 في الشوط الأول في مباراة إشبيلية في البرنابيو. فاشبيليه كان بيجي البرنابيو وتحس ان هو بيجي لك فريق تاني مختلف تماما، لكن النهارده اشبيليه ظهر بشكل كويس. وكان الظهور اول كمان ليوسف النصيري المهاجم المغربي اللي هو بوتنشال ممتاز جدا، يمكن ارقامه مش عاليه قوي في المواسم اللي فاتت لان هو كان بيلعب في فرق صغيره زي ليجانيس وملجا قبليه بدا في ملجا في اسبانيا، ولعب ليجانيس الموسم ده والموسم اللي فات. لكن مع فريق زي اشبيليه عنده صناع لعب كتير وعنده لعيبه يقدروا يدوا فرص اكتر وعرضيات اكتر، فهو لاعب قوي جدا بدنيا. كان ممكن يجيب جول، كان ممكن يخطف جول في الشوط الثاني والنتيجه 1-1 تقريبا او 2-1 مش فاكر، بس كانت غلطه كده من لوكاس فاسكيز وهو شاطها قويه. ليه جول جميل قوي قدام برشلونه، فهو واحد من اللعيبه العرب اللي منتظرين يعني في الدور الثاني، خصوصا اشبيليه افتقد للهداف في الدور الاول زي ما قلت في اول اللايف خالص ان المهاجم بتاعه لوك ديونج مش اداؤه اللي ظهر بيه النهارده وتسجيله هدفين، واحد اتلغى واحد اتحسب، هو مش الطبيب بتاع لوك ديونج. ديونج ما انسجمش خالص مع الدوري الاسباني بعد ما كان واخد هداف الدوري الهولندي اظن قبل كده، وتشيتشاريت وهيمشي من الفريق او مشي فعليا، ومونس دابور كمان اللاعب من عرب 48 مشي. فخيارات اشبيليه الهجوميه في الدور الاول كانت سيئه جدا، لكن اظن مع انضمام يوسف النصيري هو محتاجهم وهم محتاجينه. ويمكن الناس اللي مهتمه شويه بخبير اجيري المدرب لجانيز دلوقتي، هو ما كانش يعرف ان يوسف نصيري ماشي واتفاجئ وقال ده في المؤتمر الصحفي وتقبل امره واقع، لكن هو فقد الهداف الاهم عنده يوسف نصيري ولاعب هو كان بيشجعه كتير وبيدعمه كتير في مؤتمرات صحفيه. فده بالنسبه لماتش ريال مدريد واشبيليه. حصل حاجه تانية مهمه بقى في اوروبا النهارده ايرفينج اولاند بيتوهج في ظهوره الاول مع بروسيا دورتموند قدام اوجسبورج. الفريق كان خسران 3-1 طبعا. اولاند القادم من سالزبورج في انتقالات يناير الحاليه بينزل في الدقيقه 56 بيسجل هاتريك في ظهوره الاول في اول 23 دقيقه، وبتنتهي المباراه 5-3 لبروسيا دورتموند. هل نحن مقبلين على ليفاندوفسكي جديد مع بروسيا دورتموند؟ يعني واضح ان هو لاعب سفاح، يعني ان كون ان هو يسجل اول لعيب في الديبي بتاعه في اول ظهور ليه يكون نازل كبديل ويسجل هاتريك في تاريخ الدوري الالماني من بدايه انطلاق البطوله. فبدايه قويه جدا وبدايه مرعبه، والفريق كان بيمر بفتره صعبه في المباراه لما هو نزل، كان متاخر في النتيجه وهو نزل قلص الفارق ورجع وتعادل وجاب المكسب بعد كده وفنش الماتش بهاتريك. فممكن يكون الناس مختلفة شوية على إمكانياته، بحيث ان هو لاعب ما بيجيبش أهداف جميلة، يعني ما هوش مهاجم بيجيب أهداف صعبة معنى صح يعني، لكنه معدلاته التهديفية خرافية. أنا مش محتاج خرافية. مهاجم يجيب لي جوال، مش جايب عايز بيجيب جوال كتير جدا، مش عايز اخد جايزة بوشكاش، أنا عايز يجيب لي عايز جايزة حذاء الذهبي بالظبط. هو فعلا بينافس على الحذاء الذهبي لأن هو جايب جوال كتير جدا مع سالزبورج في الدور الأول،
يمكن النقط بس في الدوري في الدوري النمساوي النمساوي. اقل من بتبقى نقطه ونص تقريبا، لكن هو في الدوري الالماني دلوقتي هيبقى نقطتين، فانتقاله لدورتموند هيخليه يصارع بشكل افضل ويعلي في فرصه في الفوز بالكره الذهبيه لو وصل على المعدل ده. الراجل ما يعني ما فيش ماتش فعليا ما بيجيبش فيه جوال، وجايب جوال كتير في دوري ابطال اوروبا، اظن جاب 6 جوال في دور المجموعات حاجه كده، وتقريبا الديبيو بتاعه في دوري ابطال اوروبا كان جاب هاتريك حاجه كده اظن. وطبعا وطبعا الماتش الشهير بتاعه في كاس العالم للشباب اللي هو لفت انظار دي، جاب 9 جوال في ماتش واحد. فهو اظن ان هو خد خطوه كويسه ان هو يروح دورتموند، مش يروح نادي كبير، هو هيروح دورتموند هو هيلعب وهيتطور كمان، وده مهم جدا، مهم جدا ان هو يتطور في الوقت الحالي، ومهم جدا ما يبقاش عليه ضغوطات كبيره. لو راح مانشستر يونايتد دلوقتي في الوضع اللي هم فيه والضغوطات الاعلاميه الكبيره وعايزين نتائج فوريه والفريق مش بيمر بصوره كويسه، اظن هو كان الوضع مش هيبقى احسن حاجه ليه. هو دورتموند مش يعني فرصه كويسه، دورتموند في الاول واخر فريق بيلعب دوري ابطال اوروبا كل سنه، وفريق بينافس على الدوري الالماني، فلا هو نادي متوسط، وفي نفس الوقت ما هوش نادي كبير للدرجه اللي تخليه محط الانظار وان هو يبقى عليه ضغوطات جامده. وفي نفس الوقت كمان دورتموند بيوصل لعيبته ان هم يروحوا انديه كبيره بشكل مستمر، يعني عثمان ديمبلي لعب في دورتموند سنه واحده بس واتنقل بصفقه قياسيه لبرشلونه بعديه، وهكذا لعيبه كتير في دورتموند طبعا راحت انديه كبيره، وهالاند اظن واحد منهم ان شاء الله، واحد منهم ممكن بعد سنه ونص نلاقيه في نادي كبير. قبل ما ننتقل لانجلترا ناخد تعليقات الناس. ماشي، ناخد تعليقات. تقرا ولا اقرا انا؟ اقرا انت بقى، انا اتكلمت كتير. احمد ريبيري بيقول هالاند ان شاء الله يكون مهاجم بايرن القادم، ده منطقي يعني هو ده الكوبري اللي على طول بيروح ليه البايرن. خميس بيقول بنورين يا شباب حبيبي. اسلام الصغير بيقول هو مين اللي بيلعب؟ لا محتاج بقى تخش على الفيلجول تشوف الماتشات كلها عشان النهارده في ماتشات كتير قوي. كمان عبد الرحمن ايمن بيقول الريال تعبان وبرشلونه البطل ان شاء الله. ماشي، معتز او محفوظ بيقول الدوري لبرشلونه ده اكيد حقيقه علميه لا تقبل النقاش. ومحمود الشيخ بيقول والله بتفهموا كوره، شكرا. دودو حجازي بيقول هو ماتش خلص كام يا جماعه؟ انهي ماتش؟ اعتقد اكيد ماتش اللي احنا اتكلمنا عليهم، ريال مدريد 2-1 ولريال مدريد، ودورتموند كسب اوجسبورج 5-3. احمد مصطفى بيقول الريال محتاج مهاجم، رايك؟ يعني مهاجم ريال مدريد السنه دي ناخد عليه ده عشان تربطهم ببعض. محمود عبد الرحمن بيقول حد فيكم يجيب سيره الكعب بتاع يوفيتش؟ تمام، هنربط. هو مهاجم ريال مدريد السنه دي تاني هداف الدوري الاسباني بعد ليونيل ميسي، فانا بالنسبه لي يعني هو هداف الدوري، لان انا لما باجي احسب الهدافين في الدوري الاسباني ما بحسبش ميسي، بخرجه ونبدا نشوف مين اللي بعده ونحسبه هو الهداف، لان اللي بيعمله ميسي مش ما يحطوش في مقارنه مع اي حد يعني، وبيقتل المنافسه مع اي مهاجم. فبالنسبه لي دلوقتي مهاجم هداف الدوري الاسباني هو كريم بنزيما، فازاي انت اللي انت معاك هداف الدوري اكتر مهاجم جايب هداف الدوري بتاعك وتبقى عايز مهاجم؟ انا شايف ان ده مش منطقي، بالعكس بنزيما مقدم موسم ممتاز جدا، وريال مدريد جاب بالفعل مهاجم في الصيف، يعني ريال مدريد جاب لوكا يوفيتش. هل بقى لوكا بيقوم بدوره كمهاجم على الاقل بديل كويس لكريم بنزيما؟ يوفيتش خد في الدور اول عدد دقايق قليل جدا، لان يوفيتش من نوعيه المهاجمين اللي هو مهاجم تارجت شويه، مهاجم ما بيلعبش كويس قوي مع زمايله، مباشر على الجول شويه، ففي ماتشات كتير بتبقى انت المدرب يفضل ان هو يدخل لعيب جناح، يعني مثلا لو انا عندي فينيسيوس ويوفيتش على الدكه والماتش مقفل، ممكن زيدان يميل ان هو مثلا ينزل فينيسيوس او ينزل رودريجو، فتلاقي ده بيحد من عدد دقايقه كبديل او خيارات الاستعانه بيه كبديل. وفي نفس الوقت بنزيما بيقدم مستوى جبار ما يسمحش انك تدخله في منافسه معاه، ده مستحيل حاليا مع بنزيما، فهو حظه سيء شويه بعدد الدقايق قليل اللي شارك فيها، وفي كاس السوبر لما لعب في نص نهائي والنهائي هو اتصف في النهائي وخرج ما كانش موفق برده. النهارده عمل اسيست جميل جدا في الجول الاول لكاسيميرو بالكعب، وحتى كاسيميرو كان بيشاور عليه بعد الجول عشان يحاول يرفع معنوياته شويه، لان هو ضرب لنا وش من ساعه ما جه تكشيره ما بتتغيرش في التقديم، حتى اتسال في المؤتمر الصحفي قالوا انت ما بتضحكش، فابتسم كده ابتسامه بسيطه اللي هو يعني بص انا ببتسم بس مش هعرف اضحك. فهو ما تفهمش هل هو متضايق من وضعه في النادي ولا هو فعلا ده الفيس اكسبريشن بتاعه الطبيعي في اي وقت، ولا لكن هو مهاجم كويس، احنا شفناه في اينتراخت فرانكفورت السنه فات مهاجم ممتاز جدا، مهاجم ممتاز وبيسجل بكل الاوضاع وبيسجل من انصاف الفرص. انا شايف بس ان هو محتاج ياخد ثقه، ومحتاج لو جاب جول في الثاني المهاجم
اللعيبه اللي من نوعيه تشوفيتش او المهاجمين دول بيبقوا محتاجين ان هم يجيبوا جول في الثاني في الثالث، الدنيا بتفتح معاه، بتنسى انت بقى اجواله وبقى جاب كام جول النهارده وكده. فلكن انا شايف يوفيتش بوتنشال ممتاز جدا في العالم عموما. انا مش شايف في مهاجم فعلا مغري ان ريال مدريد يخش فيه بطوله باستثناء كيليان مبابي، ومبابي ده لعيب بقى من نوعيه مختلفه خالص، وده صفقه مثلا صفقه 10 سنين قدام يعني. ده لعيب هيجي لو جه ريال مدريد مثلا الصيف ده والصيف اللي جاي، انت مش بتتكلم بقى في لعيب، انت جبت مهاجم، انت جبت لعيب فعلا 10 سنين قدام، كريستيانو رونالدو جديد بالظبط كده، لعيب من ليفل مختلف. هو المفروض ان هو هيكون اهم لاعب في العالم في السنين اللي بعد رونالدو وميسي ومبابي، وواحد من اهم اللعيبه في العالم. فمفيش فعلا مهاجم او خامه. انا شايف ان يوفيتش كان صفقه كويسه، وشايف ان هو كان خيار كويس، ممكن ان هو ما اثبتش نفسه لسه لان هو ما سنحتلوش فرص لعب كتير، لكن مفيش افضل من كده ممكن ريال مدريد يحققه في مركز راس الحربه يعني. نروح بقى لانجلترا، ومانشستر سيتي بيتعادل مع عقدته، نقدر بقى نقول عقدته خلاص، كريستال بالاس اللي كل موسم بيعطل مانشستر سيتي بيفوز على مانشستر. كريستال بالاس كسب مانشستر سيتي السنه اللي فاتت في الاتحاد كمان، والسنه دي كريستال بالاس تقدم 1-0، مانشستر سيتي بيعمل الكامباك وبيتقدم 2-1 في الدقائق الاخيره من المباراه، فيعود كريستال بالاس ويسجل التعادل في الدقيقه 90، ويبدو ان هو بقى فعلا عقده لمانشستر سيتي. مش هنتكلم على ان مانشستر سيتي كده خسر الدوري وان الدوري قرب من ليفربول، لان دي هتبقى سذاجه، لان الدوري فعلا نقدر نقول هو في انفيلد خلاص. ولكن هل مانشستر سيتي بيبتعد عن المركز الثاني في دوري ابطال اوروبا؟ هل مانشستر سيتي بقى مهدد كمان من اللي جايين من ورا، سواء تشيلسي سواء توتنهام مانشستر يونايتد؟ مانشستر سيتي السنه دي ممكن، هل يكون الموسم ده لحد ما اشوف لك كمان عدد النقط بالظبط، ممكن يكون الاخير فعلا لبيب جوارديولا مع مانشستر سيتي؟ هو انا مش متفاجئ ان ممكن يكون ليفربول فرق بعدد نقاط مريح عن مانشستر سيتي. انا متفاجئ من الحاله اللي مانشستر سيتي دخلها بعد ما ابتعد عن المنافسه عن الدوري. يعني مفهوم ان ممكن ليفربول بيمر بحاله حاليا صعب ان اي فريق ينافس فريق ما خسرش غير نقطتين بس في الدوري، صعب يعني. حتى وفريق ده بيضربوا بيب جوارديولا، وفريق ده مانشستر سيتي بكل نجومه، فممكن اتفهم ان مانشستر سيتي يبعد عن المنافسه، خصوصا ان هو كسب الدوري في اخر موسمين، وخصوصا ان هم عندهم اهداف جديده اوروبيه السنه دي. لكن اللي مش مفهوم بالنسبه لي هو ان الخسائر عماله تجيب خسائر، وكان اللعيبه لسان حالها احنا خلاص مش هناخد الدوري فمفيش اي حاجه مهمه. لا فعلا جوارديولا كان ليه تصريح من حوالي اسبوعين او اسبوع، قال احنا لو وصلنا على نفس المستوى ده يعني هنواجه صعوبه في ان احنا نحسم مراكز المؤهله لدوري ابطال اوروبا. تفتكر ان التعديلات بتاعه القوانين بتاعه اوروبا، يعني هو بقى المركز الرابع في الدوريات الكبرى بيتاهل مباشره لدور المجموعات، خلت فريق في موقف زي مانشستر سيتي دلوقتي فعلا بيلعب من غير اللي هو كده يعني اخري هبقى رابع ورابع زي تاني، الاثنين بيروحوا دوري ابطال اوروبا من دور المجموعات. هل التعديل ده فعلا خلى اللعيبه زي ما انت بتقول دلوقتي بتلعب اللي هو هنخسر ايه، ما انا كده مش هاخد الدوري ولا هبعد عن دوري الابطال؟ ممكن، بس هو فكره ان فريق زي ليستر سيتي يكون سابق في الترتيب وانت عندك كم الامكانيات وكم النجوم ده يعني مش منطقية خالص. يعني عارف لو الفريق اللي سابق مانشستر سيتي مثلا فريق من الفرق الكبار، او الفريق اللي متعودة دايما ان هي تكون في المقدمة او متعودة ان هي تنافس، كنت هقول لك ماشي ممكن. لكن ليستر سيتي فريق امكانياته اقل بكتير من مانشستر سيتي، وفريق مفاجأة طبعا السنة دي. فانا شايف ان ممكن مانشستر سيتي يبقى بعيد بعدد نقاط كبيرة عن ليفربول، لكن ما ينفعش يبقى مش مركز تاني. ممكن يكون موسم جوارديولا الاخير، طبعا دوري ابطال اوروبا ليه كلمه الفصل، ممكن اظن لو جوارديولا خرج في دور ال 16 قدام ريال مدريد تحديدا هيبقى خروج مبكر جدا لمانشستر سيتي، وهتبقى ضربه جديده لمانشستر سيتي، واظن هيبقى موقفه صعب شويه، لان هو الراجل خد الدوري مع مانشستر سيتي تماما، مانويل بيليجريني خد الدوري معاه، روبرتو مانشيني خد الدوري، اي مدرب هتجيبه هياخد الدوري مع مانشستر سيتي بالامكانيات المهوله اللي هو بياخدها. طبعا هو عمل حاجات اكبر من البطولات في مانشستر سيتي، هو عمل ايدنتيتي للفريق، عمل الاداره عموما في مانشستر سيتي. هل مانشستر سيتي فعلا اصبح ليه هويه؟ يعني في حاله رحيل بيب جوارديولا، هل هتستمر هويه جوارديولا مع مانشستر سيتي زي مثلا هويه ما برشلونه ما بتبقى مستمره؟ ما هو ولا لو جه مثلا بعد كده انطونيو كونتي او ايا كان المدرب اسمه اللي هيجي مانشستر سيتي، هيحط هو كمان هويته، وتفضل مانشستر سيتي مرتبط بهويه مدربه مش بهويه النادي نفسه؟ اظن طول ما الاداره الاماراتيه موجوده في مانشستر سيتي هيكون هيبقوا مهتمين بالطابع ده، لان اساسا الراجل اللي ماسك مدير التنفيذي اظن للنادي، مش متاكد منصبه ايه بالظبط، هو فيران سوريانو. فيران سوريانو
كان من اهم الرجال في اداره جوان لابورتا لما كان مدرب، لما كان رئيس برشلونه. لابورتا طبعا الرئيس الجيل الذهبي لبرشلونه. فالراجل ده اساسا وكذا حد اسباني، تشيكي بجيرشتاين اظن كمان موجود في مانشستر سيتي، كذا واحد من مدرسه من المعتنقين افكار برشلونه موجودين في اداره مانشستر سيتي وفعالين. فهي الفكره مش بس هو جوارديولا كان جاي بيكمل شغل وافكار هم شغالين عليهم من فتره. اظن ان شفت من فتره اللقاء مع فيران سوريانو بيتكلم ان هم الاسلوب بتاعهم ده في كره القدم بيشد ليهم مشجعين الصغيرين في السن تحديدا، وبيعمل لهم قاعده جماهيريه كبيره. فاعتقد ان طول ما الاداره الاماراتيه موجوده بالسيستم اللي هم ماشيين بيه وبالاشخاص اللي هم حاطينهم في الاداره التنفيذيه للنادي، اظن هم هيكونوا دايما حريصين على ان لو جوارديولا مشي ممكن مين يكون قريب من الستايل بتاعه والاسلوب بتاعه في اللعب. لان مثلا انك تغير من جوارديولا لانتونيو كونتي، انت كده يبقى انت مش شغال، يبقى بالزبط. انت كده ما عندكش، ملهاش علاقه ان ده مدرب كبير وده طبعا مدرب كبير، ده مدرسه وده مدرسه، ده مدرسه ثانيه خالص. يبقى انت كده ما عندكش سيستم معين انت ماشي عليه. طب في حاله رحيل بيب جوارديولا المتوقعه بنهايه الموسم، ممكن مين يكون البديل الانسب ليه في الساحه، سواء بقى شغال في حته او مش شغال لمانشستر سيتي؟ انا يعني برمي اسم زي ماوريسيو بوكوتينو، بما انه هو راجل ملم كويس بالدوري الانجليزي، وبما انه هو بشكل او باخر، مش هقول ان هو بيتابع سكس فوتبول قوي، لكن ما هوش مدرب برضو من ما هوش مدرب دفاعي او مدرب على النقيض. يعني ما بنتكلمش على جوزيه مورينيو مثلا، او ما بنتكلمش على لعيب من المدربين الجافين شويه في ادائهم. فاظن بوكيتينو ممكن يكون خيار كويس لمانشستر سيتي. مشكله الكره الحالمه اللي هم بيلعبوا بيها، واغلب الفرق اللي بتلعب كره جميله، ان الاوبشنز بتاعه المدربين قليلين شويه، لان اغلبهم يعني تيجي تتكلم مين عراب مثلا الكره الجميله، والناس بتقعد تتكلم ان هو بيدي دروس في الكره الجميله، بيدرب دلوقتي في الدرجه الثانيه في انجلترا اللي هو مارسيلو بيلز. فبتسمع اسماء، تسمع خورخي سامباولي، تسمع، لكن تيجي تبص هل هم فعليا وهلين ان هم يمسكوا فرق كبيره ويحققوا بطولات وينافسوا؟ للاسف بتبقى بس مجرد نظريات اغلبها. فجوارديولا هو اللي عمل التوليفه المستحيله دي، بتتكلم في اسلوب لعب غير واقعي وغير قابل للتنفيذ بسهوله. جوارديولا قدر ينجح فيه ويحقق بطولات، يكسب كل بطولات مع برشلونه. فهي دي انا من وجهه نظري دي عظمه جوارديولا، ان هو راجل قدر يحول كل الافكار بتاعه الناس اللي سبقوه. بيلسى ما بقاله سنين طويله بيلسى موجود ودرب وراح ورجع وجي اوروبا ومشي تاني، ومدربين تانيين غير بيلسى ليهم افكار متطرفه زيه. لكن هل يقدروا ان هم يمسكوا فريق كبير فعلا وينجحوا بيه؟ ده مثلا تحدي هيكون قدام كيكي سيتين. كيكي سيتين جميل، انا كنت بحب اتفرج جدا على ماتشات لاس بالماس لما هو كان مدرب لاس بالماس، وعمل معاهم حاجه اعجازيه على لاس بالماس قبل ما هو يمسكهم، كانوا في مركز اخير، كانوا اللي رجع برنس بواتنج للساحه لما كان بيلعبوا كره جميله جدا. ممكن اقول لك اسامي الفريق كله دلوقتي، كان معاهم جوناثان فييرا، كان معاهم لعيب اسمه تانا كان قصير كده، كان معاهم كيفن برنس بواتنج، كان روكي ميسا طبعا من افضل لعيبه في الفريق. روكي ميسا؟ لا اسباني، ده واحد تاني. فكان فريق جميل جدا، فريق لاس بالماس ده كنت بحب اتفرج عليه اصلا. ومع ريال سوسيداد، مع ريال بيتيس طبعا كان برضو فريق كويس ورجعهم للساحه الاوروبيه. لكن انت دلوقتي كمدرب صاحب افكار وتقدر بقى تنجح وتطبق ده مع برشلونه، تقدر تعمل ده، تقدر انك دلوقتي انت مطالب انك تكسب الدوري، مطالب انك تكسب دوري ابطال اوروبا، مش مطالب بس انك تلعب كويس وانك تأدي. جميل طبعا اللعب وامتاع الجمهور هو حاجه كلنا بننشدها وكلنا عايزينها، واغلب المدربين ممكن يقعد يصرح للصبح ويقول افكار ويناقشها على السبوره وكل حاجه، لكن تعالى على ارض الواقع مش هيشفع لك حاجه غير النتائج. في النقطه دي بقى تحديدا جمهور برشلونه حاليا بيعيش فتره ان هو انا ما صدقت خلصت من ارنستو فالفيردي. بتلاقي ناس كتير منهم كاتبين اللي هو انا مش طالب من كيكي ستيان فعلا غير ان هو يعمل يقول زي اللي عمله او يعمل زي اللي قاله في المؤتمر الصحفي، ان انا اوعدكم ان انتوا تلعبوا كره حلوه، انا زهقت من الكره الوحشه، انا عايز كره حلوه، بس انا اضمن لك ان مع اول ماتشين ثلاثه هيتقدموا فيهم كره حلوه من غير نتائج، الجمهور كله هينقلب على كيكي ستيان، لان في الاخر الكره الحلوه ما مش هتعمل لك حاجه من غير نتائج. بس هو الناس عشان لسه خلصانه من تجربه مريره. يعني حد طاري بيسالنا عن فابيو كابيلو، واظن فابيو كابيلو اعتزل التدريب اعتقد فعلا. ممكن رونالد كومان
بعد هولندا ما يخلص اليورو يكون مرشح، بما انه كان مرشح لبرشلونه وحاليا خلاص جابوا كيكي ستيان مش 6 شهور بعد سنتين ونص، فوقتها حسب الظروف ممكن يكون رونالد كومان احد المرشحين، خاصه انه اشتغل في الدوري الانجليزي قبل كده فعلا مع ورونالد كومان فعلا ممكن مناسب. يكون على حسب تجربته، واظن تجربته لحد دلوقتي كويسه جدا مع هولندا، هولندا طبعا رجعهم للساحه. كان من الاسماء اللي متكلمين عليها ان هو يمسك برشلونه تاني، لان هو طبعا كان لاعب تاريخي في برشلونه لو الناس عارفه، وجاب لهم دوري ابطال، اول دوري ابطال اوروبا كسب برشلونه، كان هو اللي سجل الجول قدام سامدوري. كريم دربالا بعت لك تحيه خاصه وبيقول لك منور يا عم زكي والله. شكرا. كلام جميل وليك وحشه. شكرا. مان سيتي بعد جوارديولا سوف يصبح بسلمان يونايتد، ده حسام حسن رمضان صالح. و حسام حسن تاني بيقول كنت اتمنى جوارديولا يروح برشلونه، اما هو نو بيقول ليستر سيتي فوق، ويبدو ان هو بيشجع ليستر سيتي. طيب تالي كده اوروبا خلصت، نروح على الدوري المصري. الدوري المصري النهارده كان فيه 3 ماتشات، ماتشين انتهوا بالفعل. الاول فوز امبي على نادي مصر 2-1 في تكمله لانتصارات حلمي طولان مع امبي، واخدهم من المنافسه على الهبوط، حاليا بقوا بينافسوا بقوه. ما كانوش كسبوا اي ماتش قبل حلمي طولان، كانوا نقطتين. ما كانوش كسبوا اي مباراه، بدا مسيرته بفوز صاعق على الزمالك في اخر دقيقه محمد شريف. النهارده برده محمد شريف جاب الجول الثاني، جول حلو. هو محمد شريف من احد نجوم الدوري هذا الموسم، ومن المنافسين على صداره الهدافين. الماتش الثاني كان الانتاج الحربي وعوده الانتصارات على حرس الحدود 2-1 مع مختار بعد 4 تعادلات متتاليه. الانتاج الحربي بينتصر على الحرس وبيتقدم للمركز الخامس. واخيرا دلوقتي سموحه بيلاعب الاسماعيلي في ظهور حماده صدقي الاول مع سموحه، وكمان يعتبر مش الظهور الاول، الظهور الثاني اللي تقريبا اسمه ماكسي جوميز، ولا مش عارف اسمه ايه، مدرب الاسماعيلي الحالي. جوميز بس مش فاكر اسمه ايه، جوميز لسه ما عرفناش، ويمكن من الاسماعيلي كسبان. الاسماعيلي كسبان 1-0 بهدف مين؟ بيقول شيلونجو. شيلونجو بيعود للتهديف المهاجم النميبي. لما دخلنا اللايف كان الماتش 0-0، ولكن حاليا النتيجه 1-0 للاسماعيلي في اسكندريه، ودي نتيجه ممتازه للاسماعيلي. كمان النهارده الزمالك بيعير ثنائي الشباب حسين فيصل وهاني رشدي لنادي طنطا. ايمن المزين المدير الفني لطنطا بيقول في الجول في تصريحات النهارده ان هو بيتمنى ان الثنائي يثير على نهج مصطفى محمد اللي كان معار لطنطا، لعب لطنطا فتره قبل طلع الجيش بالظبط، وكان متالق جدا معاهم، فهو استعار الثنائي من الزمالك حسين فيصل وهاني رشدي، واحد بيلعب جناح ايسر وواحد بيلعب مهاجم صريح، وطبعا تالقهم قد يعيدهم ويزيد من فرص تالقهم بعد كده بعد العوده لنادي الزمالك على غرار مصطفى محمد. اخيرا ممكن نتكلم عن تأجيل المباراتين. بالظبط، اخيرا الخبر الاخير هو تأجيل المباراتين. يا زكي، مباراتي الاهلي مع امبي والزمالك مع المصري بيؤجلها لاجل غير مسمى بسبب البيان بتاع اتحاد الكوره بيقول كده. اولا ارتباطات الفرق المصريه الافريقيه، الاهلي والزمالك والمصري، ان هم مرتبطين بمباريات في دوري الابطال وفي الكونفدراليه، والثلاثه لم يضمنوا تاهلهم بعد. في المقابل بيراميدز لم تتاجل مباراته بسبب ان هو بالفعل ضمن تأهله في الكونفدرالية بشكل رسمي. نفس الشيء بينطبق على الإسماعيلي والاتحاد، حسب البيان ان هما الاثنين هيلعبوا بعض في البطولة العربية، وبالتالي واحد منهم هيصعد النص النهائي، فما فيش مجال ان احنا نأجل ماتشاتهم لانهم هما الاثنين بيمثلوا مصر. فده تكافؤ فرص بينهم. فده بيان اتحاد الكرة، بجانب بيان يعني كلمة كانت حاطط في النص ما فهمتهاش انا عن نفسي، بس قلتها وانا بكتب القاهرة، استاد بناء على طلب من استاد القاهرة اللي هيكون غير متوفر في فترة من 21 متوفر، بيعملوا في ايه حفلة مثلا، بيعملوا احتفالات للثورة، مش عارف هينضفوا النجيلة، مش عارف ما بقالوش، انما هو ده اللي اتقال في البيان، وعشان كده طلع قرار التأجيل. وده هياخدنا لسؤال مهم، هل فعلا عامر حسين كان هو المشكله؟ لا طبعا، مستحيل يكون عامر حسين المشكله لوحده. مش عايزين نخش في تفاصيل كتير في الموضوع ده، لكن مباريات او كره القدم في مصر محكومه بعوامل كتير جدا، من ضمنها طبعا الموافقات الامنيه. الموافقات الامنيه هي جزء كبير ومهم جدا من اقامه اي مباراه، يمكن هي في دقيقه لو مفيش موافقه امنيه خلاص مفيش ماتش، غير الضغوطات اللي ممكن تحصل من بعض انديه عشان مباراه تتاجل، او ان هو مش عايز يلعب المباراه في الوقت ده عشان عنده مباراه تانية في افريقيا بعديها بعد ايام قليل. بيبقى هو دي الجمله دايما الثابته الموجوده، ان همنا الانديه المصريه بتاعتنا المشاركه في الخارج،
لكن في كل الاحوال احنا خلاص يعني القرار طلع، ومش شايف ان في كلام كتير ممكن نعلق بيه عليه. يعني اعتدنا على مثل هذه القرارات، اعتدنا عليه. الاهلي تذمر من الماتش ان بي قبل افريقيا حاجه بسيطه، وخلاص ما فيش ماتش ان بي دلوقتي. بالتالي الماتش الجاي للزمالك هيكون مازيمبي على طول يوم 24 يناير، ومش هيلعب بعدها غير على طول ماتش كمان، الماتش ده في انجولا مش فاكر، مع بترو اتلتيكو او بريميرو دي اوغستو. بريميرو دي اوغستو هيلعب على طول هناك. وفي المقابل الاهلي هيلعب بكره مع المقاولين العرب، بعدها هيلاعب النجم الساحلي يوم 26 يناير، ثم 1 فبراير مباراه الهلال السوداني في السودان. ده جدول ماتشات الاهلي والزمالك اللي جايه. اخر حاجه بقى معانا عشان الناس اللي بتسال في اللايف برضو على مصير صالح جمعه. صالح جمعه امبارح في حوار مع في الجول برضو اجراء احمد الخولي زميلنا، طلع قال تصريحات كتير جدا ان هو بيشعر بالاضطهاد في تدريبات الاهلي من ريني فايلر المدير الفني، وان هو بيدلل على ده بان هو كان في احد التقسيمات في التدريب كان فيه 21 لاعب بس في التدريب عشان غيابات، من ضمنهم لاعبين شباب وناشئين. فوجئ صالح جمعه بانه المدرب بيطلب منه هو الوحيد اللي ما شاركش في التقسيمه ويروح يتدرب في الجيم، وفي المقابل لعب 10 ضد 10 هو مش منهم. فده كانت الشكوى بتاعه صالح جمعه، وان هو مش حاسس بالتقدير او مش حاسس ان هو بيعامل نفس معامله باقي اللاعبين. في المقابل كان سيد عبد الحفيظ مدير الكره في النادي الاهلي قال لنا برضو في تصريحات امبارح ان هو وافق على اعاره صالح جمعه وحسين السيد، وفي انتظار المفاضله ما بين العروض اللي موجوده ليهم، وان الاثنين بيملكا فعلا عرضين، واحد من الاسماعيلي والتاني من سموحه اعتقد، او يعني خليني اراجع التصريح بالظبط. انا اهو يوجد بالفعل عرض وصل من اجل صالح وحسين السيد، ولكنها حتى الان في المرحله الاولى لم تصل المفاوضات لمرحله الاقناع بالنسبه للاهلي. ومتهيألي ما قالش الانديه في التصريحات بس هو كان قبل كده كان في كلام عن الاسماعيلي بالنسبه لصالح جمعه. لكن واضح ان صالح خارج حسابات الراجل من فتره يعني، واظن خروجه بقى شيء ضروري دلوقتي بالنسبه له هو كمستوى الشخصي وبالنسبه للنادي، لان مش صحي ان يفضل لعيب موجود مهمش بالشكل ده وما بيلعبش، مش كويس ليه ومش كويس للباقي المجموعه ومش كويس للمدرب ان يبقى عنده لعيب هو مش عايزه. وبالنسبه لحسين السيد، حسين السيد كده كده اظن كان موقفه السنه دي صعب جدا، يعني بعيد جدا. كان عودته اسم من الاول الموسم كانت اعتقد كان لازم يخرج من اول الموسم، يعني السبب الوحيد ان هو وراء عدم خروجه ان هو كان او عدم الاستغناء عنه في بدايه الموسم كان الكلام ان هو ممكن يروح الزمالك، فعشان كده الاهلي فضل ان هو يستفيد ما يستفدش منه بس ما يفتش المنافس بيه. في اعتقادي لو هنتكلم عن صالح جمعة هل هو مذنب ولا مش مذنب، مع تعاقب المدربين لما يبقى نفس المصير للاعب يبقى اكيد اللاعب لازم يلوم نفسه وما يلومش اي حد غيره، لان هو لو مدرب واحد ظلمك فاكيد مش الخمسة ستة اللي ما يعرفوش بعض تماما واللي ما تقابلوش اساسا متفقين عليك. هو مش بالضرورة المرة دي ان صالح ما كانش ملتزم مثلا، او صالح ما كانش بيتمرن، او تمام ممكن يكون بيتمرن وبيروح التمرين كل يوم وبيأدي اقصى حاجه عنده وعايز يثبت نفسه، وفي الاخر الراجل مش مقتنع بيه، ملهاش اي علاقه يعني، مش بالضروره عشان صالح جمعه مثلا شرط يكون عدم التزام، لكن بالزبط. ممكن عدم التزامه في الفتره اللي فاتت اثر على مستواه، فبالتالي دلوقتي ما عادش هو افضل اوبشن متاح. كل الاسباب اكيد بتعود ليه هو شخصيا، سواء عدم التزام او سوء مستوى، فهو ما حدش يلوم غير نفسه بالنسبه لصالح جمعه. فده اعتقد ان هو الاقرب هو رحيله في غضون ايام. نفس الحال بالنسبه لوليد ازارو، لسه ما طلعش تصريح رسمي من الاهلي ان كان اللاعب المستغنى عنه من الاجانب في شهر يناير هيكون جيرالدو ولا وليد ازارو، ولكن كل المؤشرات كل المعلومات بتقول ان الاقرب للابتعاد هو ازارو اللي خرج بالفعل من قائمه الاهلي لمباراه المقاولون العرب غدا. هل لديك اقوال اخرى؟ سؤال جميل كده بحبه جدا، طولنا على الناس يعني. فكده شكرا ليكم والى اللقاء في لايفون جديد.